اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما كنا بنقول، الحوار الوطني والاكاديميه الوطنيه للتدريب بتعلن اداره هذا الحوار بتقوم بدعوه كل القوى وبتؤكد دون التدخل في المحتوى ودون اقصاء، الكل اهلا بيه. تعالوا بقى نرحب بضيفتنا العزيزه داخل الاستوديو، سياده النائبه امل سلامه، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا اهلا اهلا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب هبدا الاول باسئله هنعتبرها اسئله استهلاليه. رأيك كبرلمانية أولا، ثم رأيك كعضو في لجنة حقوق الإنسان ثانيا. بداية أحب أشكر وأتوجه بالشكر لسيادة فخامة الرئيس السيسي لتصريحاته اليوم في سرعة العمل بقانون الأحوال الشخصية، فهذا يدل على أن هو يعني فاق توقعاتنا جميعا في أن هو بينصف وبيفكر كأب لكل مواطن مصري. صحيح. فشكر صحيح. شكر خاص يعني. بداية طبعا إطلاق دعوة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني هي ترجمة لمبادرة السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية لدعوته للحوار الوطني لجميع قوة الممثلي المجتمع المصري وكل أطياف الشعب. هذا يدل على أن احنا فعلا احنا داخلين على جمهورية جديدة، ودي أول مرة تحصل في مصر، وهي تدل على أن هناك ديمقراطية مطلقة بدون استثناء. يعني إحنا هناخد آراء الأمر شورى، ده أساس العدل وأساس حكمة القيادة السياسية. طبعا أدعم بشدة هذه المبادرة وأدعم بشدة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، وأشيد بدعوتها لجميع أطياف الشعب، لأن إحنا لازم المواطن المصري يقف بجانب، نقف وقفة رجل واحد بجانب بناء الجمهورية الجديدة. عظيم. طيب لما هنا بقى بسأل النائبة أمل سلامة كعضو في لجنة حقوق الإنسان، في ناس تيجي تقول لك طب وهل هناك ربط ما بين حقوق الانسان، لانه الناس بتبص على حقوق الانسان دي ساعات بتبقى نظره من زاويه واحده، لكن حقوق الانسان هي منظور شديد الاتساع. طبعا ايه الربط اللي ممكن يكون ما بين لجنه حقوق الانسان، هنا بقى نائب امل سلام عضو هذه اللجنه، وما بين هذا الحوار السياسي المفتوح؟ لا طبعا في ربط اساسي ما بين الحوار الوطني لجميع اطياف الشعب، ده حق من حقوق اي انسان وطني او شعب او مواطن من الشعب بسيط، ان هو يتكلم عن مشكلاته في المجتمع، سواء مشكلات او جميع الاطياف السياسيه اللي تتكلم في كحل مشاكل الدوله كسياسه، او حل مشاكلها اقتصاديا او اجتماعيا، فهذا حق لكل مواطن، ان هو من حقه ان هو يشارك في بناء بلده. طبعا فدي حق من حقوق الانسان. حلو. فيعني في منتهى العدل ومنتهى الحكمه ومنتهى القوه ان احنا نقول ان بلدنا دلوقتي اول مره في عهد مصر ان هو المواطن البسيط هناخد رايه في حل مشاكل، في حل مشاكل البلد، هنشوف مشكلات المواطنين كلها، جميع القوى دي سواء المؤسسات المدنيه او السياسيه او الاحزاب او التيارات السياسيه او الشبابيه، جميعهم هتطلع مخرجات ورؤى وافكار تفيد الدوله. طيب احنا شفنا في التجربة البرلمانية الأخيرة، يعني دور الانعقاد الثاني بفصله حتى الآن، احنا شفنا شكل النواب بتوع البرلمان، انه انا عندي تقريبا كل التيارات السياسية، انا عندي نصريين وعندي يسار وعندي ليبرلز وعندي وسط وعندي يمين وعندي يمين اليمين وعندي حزب النور السلفي وما الى ذلك. فكان البرلمان او هذا البرلمان الحالي بغرفته، سواء اذا كان نواب او شيوخ، هو معبر حقيقي عن الطيف السياسي الواسع اللي موجود في مصر. بتعتقدي ان الحوار الوطني ده قد يضيف الى هذا الطيف السياسي بعد اخر، انه في جانب من المعارضه المصريه كانوا يقولوا يا جماعه طب احنا مش ممثلين، طب الحزب ده مش موجود، طب التيار ده مش موجود، طب الشخصيه العامه دي مش موجود. تعتقدي انه ده هيخلق اضافه جديده وهيساعد البرلمان على اتمام مهامه؟ انا عن رايي الخاص طبعا هيساعد البرلمان وهيساعد القوى السياسيه في اخذ قرارات، وهنطرح على الافكار اللي هتطلع من الحوار الوطني ده
على القيادة السياسية وهنترجمها لمشروع لتشريعات وقوانين في المجلس في البرلمان بعد أخذ الرأي والمشورة. ويعني وهذا ده جانب جامد جدا لبناء الجمهورية الجديدة. بتشوفي انه ده ممكن يبقى له مردود كمان على المجتمع الدولي وجمعيات حقوقية كبيرة؟ ده إثبات قوي ان مصر بلد ديمقراطية وفيها ديمقراطية حقيقية، وإثبات قوي ان احنا عندنا حقوق انسان وبنهتم بكل مشاكل الشعب، حق الطفل، حق المرأة، حق الرجل، حق المواطن البسيط، حق العامل. احنا عملنا قوانين عمل لحق العامل البسيط. فأظن ان ما فيش اي جمعية حقوقية دولية هتقدر تبص تقول ان مصر بلد لسه ما فيهاش ديمقراطية او ما فيهاش حقوق انسان. اسفة جدا، ده بالإثباتات والأدلة، وهذه ترجمة لهم ان هم احنا خلقين حوار وطني لجميع اطياف الشعب، بنهتم بجميع امور تمكين المرأة وانصافها من القيادة السياسية. ده دليل قوي جدا على في حقوق انسان. قانون العمل اللي اتخذنا بيه انصاف العامل البسيط، لا احنا عندنا ديمقراطية قوية. وده يعني من يعني سعادتي ما تتوصفش فعلا النهاردة بهذه القرارات وهذه المبادرات، وإن إحنا عندنا قيادة سياسية واعية لهذه الظروف الراهنة اللي إحنا فيها، رغم إن عندنا مشاكل يعني مشكلات في تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية والظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها، ولكن إحنا البلد الوحيدة اللي ابتدنا فيها مشروعات رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها، مشروعات العاصمة الإدارية، المونوريل، الكباري، التخطيط العالي في الطرق اللي يدل على أن مصر ستتقدم، وهي دي مصر الحديثة اللي إحنا طالعين بها قدام. لما جت الأكاديمية الوطنية وأعلنوا عن إدارة الحوار الوطني وقدموا الدعوة للقوى السياسية، حطوا جملة مهمة جدا، قالوا يا جماعة لن نتدخل في محتوى هذا الحوار ولن نقصي أي أحد على الإطلاق. هاخد الأول الجزء إلا يا فندم إلا من أيوة. تواطئ بدم المصريين بس لسه كنت هقولك إلا من تواطئ بدم المصريين، لن نقبل هذا. وكل الشعب هيتكاتب على أن لن دائما نحب ان يبقى في استقرار الوطن ولن نسفك دماء اخرى. ده افاده لينا. فانا بشكر طبعا الاكاديميه الوطنيه للتدريب لدعواتها لجميع اطياف الشعب، وبشكر مبادره الرئيس بالحوار الوطني لجميع اطياف الشعب. هذا يدل على انه بياخذ الامر شورى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا ده اساس العدل. طيب انا استاذنك، احنا كمان الاكاديميه بالفعل عملت استماره خاصه بالتقديم للمشاركه في هذا الحوار الوطني الواسع علشان يتم التمكين الاكاديميه انها تعرف تدير هذا الحوار، وبتتلقى الطلبات والمقترحات من كافه الشرائح بتاعه المجتمع المصري لطلب التقديم. انا عايز نعرض الاستماره كمان، وبالمناسبه عملوا ابلكيشن، يعني مش عارف هم بيشتغلوا بسرعه جدا. حزب الحريه طبعا رئيس حزب الحريه الدكتور ممدوح محمد محمود طالب ان احنا هنشارك في الحوار الوطني، يعني هنشارك في الأكاديمية ونقدم بكل شبابنا اللي في الحزب. وأنا كنائبة عن حزب الحرية المصري وكعضوة برلمانية في المجلس المصري مجلس النواب، أدعم بشدة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني لكي جميعا نقف لبناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة. هتخشوا على الابلكيشن وهتقدموا. حددتوا العدد اللي هيشارك من حزب الحرية ولا لسه؟ احنا لسه لا طبعا اكيد كلنا هنشارك. الكل ها؟ كل هيشارك. لا احنا فرحانين جدا بالقرار ده. طب هايل، انا هستأذن ان احنا نعرض الاستماره على الشاشه كمان للمواطنين، اي استماره التقديم للمشاركه في الحوار الوطني. ده شكل استماره التقديم، طبعا انا مش شايف من عندي قوي، لو حطيتوها لنا انا وست النائبه امل على الشاشه الكبيره نقدر ان احنا حتى نقراها. ده هنا بنقول في اطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظله الاكاديميه الوطنيه للتدريب خلال افطار الاسره المصريه بالتنسيق مع كافه التيارات وفئات المجتمع لاداره حوار وطني
حول أولويات العمل الوطني، خد بالك من دي، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. تم فتح باب التسجيل. طيب واضح أنه في أمور طبعا بتبقى طبيعية جدا، الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، المحافظة اللي تابع ليها المواطن اللي عاوز يشارك، اسم الحزب السياسي التابع إليه، خد بالك إن وجد يعني وارد ما تبقاش عضو في حزب بالظبط، نائبة، شخصية عامة، حد يمارس العام، يعني عاوز تشارك فحضرتك تقدر تخش وتملى الاستمارة. هتلاقي الابليكيشن موجود، ما بقولك بمنتهى السرعة، الأكاديمية يشتغل بمنتهى السرعة، هتخش على الابليكيشن وهتعمل الاستمارة بتاعتك وهيتم فحص كل هذه الطلبات. وبالمناسبة ليس فحص وصمت، هو فحص ورد على سيادتك. هستأذن هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع سيادة النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نجدد الترحيب بضيفتنا العزيزه سياده النائبه امل سلامه، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنه حقوق الانسان بهذا المجلس الموقر. ارجع بقى لحضرتك دلوقتي، احنا افترضنا ان احنا عملنا خلاص الاستماره وهنبدا نحضر الجلسات بتاعه هذا الحوار. نائبة أمل سلامة كنائبة في البرلمان وكعضو في حزب الحرية، بتشوف انه من وجهة نظرها واحنا بنحاول نرتب أولوية الأولويات الأجندة بتاعت العمل الوطني، نبدأ بإيه؟ هنبدأ بعمل الأول الأحزاب وآراء الشباب، هناخد آراء الشباب، عندنا تنسيقية في كل حزب، لجان استماع، لجان استماع، هنفلتر هذه الآراء ونبعتها ونشوف ونعمل حوار مجتمعي عنها. كمان في حوار عايزين نهتم بذوي الهمم، احنا عندنا عضو مهم جدا في حزب الحرية المصري اسمه من ذوي الهمم، اسمه احمد طارق، ده شاب ذوي الهمم، وكرمه سيادة الرئيس قبل كده في المنتدى الشباب. الولد عنده طاقة وذكي جدا وعايز يعمل حاجة، وجالي وقال لي انا عايز اشترك مع عندكم في الحزب عشان انا عايز اعمل حاجة مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة. ده شاب كله ذكاء، معاق ذهنيا حاجة بسيطة، لكن يجي منه أفكار كتيرة حلوة. فده هنستوعبهم وهندي وهناخد آراءه وممكن نحولها للحوار الوطني، وناخد كل ممكن اللي هو ممكن طاقته الإيجابية اللي هو ممكن يشتغل بيها عندنا. ده حاجة. تاني حاجة هنناقش قانون المحليات. كل الأحزاب مستنية قانون المحليات، مهم جدا، كله مستني وكله بيشتغل على هذا الأساس. فطبعا ده هينزل برضو مقترح وآراء وطنية كتيرة في الحوار الوطني، إن احنا لازم نعمل محليات ولازم كل الأمانات في أي حزب تشترك فيها. بس عارفة يعني خليني أحاول أشترك معاكي في الـ في الـ في الـ في المناقشة، مش مجرد الأسئلة، يعني تبقى أقرب إلى مناقشة ودردشة. مسألة المحليات دي مهمة جدا، لأنه أولا طبعًا في بعض الأحزاب بتقول إحنا ما كانش لينا فرصة إن إحنا نقدر نبقى ممثلين داخل البرلمان. الحافز الأساسي، فأجي أقول لك طب تعالى خش معايا محليات، ده الحافز الأساسي لشغل الأحزاب في الكوادر طبعًا في الأمانات. الحافز الأساسي بيشتغلوا وبيعملوا جهد علشان يوصلوا للمحليات، اصل ده كمان هيخفف كتير جدا من حجم الثقل الملقى على عاتق نواب البرلمان، انه أيوة النائب المفروض هو نائب المراقبه والتشريع مش نائب الخدمه، الخدمات دي محليات، لان احنا على اسرعنا بهذه الخدمه والتشريع بالظبط. صح. يعني الحاجه الثانيه هيبقى فيها امتصاص كبير جدا للطاقات بتاعه الشباب اللي عنده رؤى، وهننهض بالبلد وهننهض، ما كلنا هنشارك، يعني الصغير والكبير هيشارك، دي حاجة حلوة جدا لما كلنا نقف وقفة واحدة في بناء بلدنا، دي هتجيب أثر كبير جدا وهتوصل مصر لأعلى القمة إن شاء الله. طب تفتكري إنه إحنا ممكن يبقى من نواتج هذا الحوار الوطني في وقت من الأوقات، مش لازم تبقى النتيجة السريعة المباشرة بعد تنتهي جلسات هذا الحوار، لكن بشكل عام إنه أبقى شايف زي البرلمانات أو بالأدق
العمل السياسي اللي موجود مثلا في اوروبا وزي انجلترا ومش عارف، ان انا بشوف المعارضه قد تختلف مع الاغلبيه لكن نقدر نقدم طرح مختلف وطرح موازي ونساعد بعض. يعني انا لما اجي اشوف في مجلس العموم البريطاني فاشوف مثلا دلوقتي الاغلبيه هي اللي بتحكم، فدول المحافظين، حزب العمال البريطاني مش قاعد عمال بيدب خناقه، هو طول الوقت بيقول لهم يا جماعه رؤيتكم في الموضوع ده مش مظبوطه، فاحنا لينا رؤيه مختلفه ومغايره. وبالمناسبه ساعات كتير حزب العمال المحافظين او العكس لما بيبقى العمال هم اللي بيحكموا بياخدوا جانب من هذه الرؤيه وبيشتغلوا عليها وبيفعلوها بالتعاون مع الاثنين. طبعا الاثنين بيشتغل. الراي والراي الاخر، وهو ده الراي والراي الاخر، احنا بناخد الراي الاخر حتى لو هم حزب الاغلبيه او هم المسيطرين على المشهد السياسي. طبعا لو هي الديمقراطية هي كده، وهو الحوار الوطني كده، هناخد آراء الشباب وهناخد الآراء الأصغر وهناخدها في الاعتبار وهنمثلها في بمصلحة الوطن. ما في رؤية كتيرة وفي خبرات أعلى وفي شباب ليهم رؤية متطورة، عشان نطور بلدنا ونطور ونمشي مع مواكبة العصر والدول الحديثة هناخد آراء الشباب وهناخد آراء المحليات وهناخد آراء الأقل من حزب الأغلبية اللي هو القوة أو الخبرة السياسية القوية. طبعا ده في منتهى الديمقراطية. أنا حاسة إن إحنا بدأنا المبادرة دي حاجة عظيمة جدا، وهنوصل للبرلمان الأوروبي والأمريكي والكلام ده كله. والله انا هقول لك حاجه يمكن قبل ما انا متفائله جدا على فكره، انا متفائله جدا بقى هقول لك انا بدات تفاؤلي من بدري شويتين. ليه؟ انا راجل يساري جدا يعني، وابن ناس يساريين وحاجات كده يعني. فحتى دايما نقعد نتريق انه يعني انا جاي من بيت المعتقلين دايما من زمان ايام عبد الناصر حتى ايام الملك فاروق. ما شاء الله مناضلين يا فندم. فجيت انه من اكتر من سنه حصلت مناقشه ما بيني وما بين قيادات حزب مستقبل الوطن. طيب يوسف احنا عايزينك تبقى معانا. فقلت لهم والله ما انا برضو افهم يعني يا جماعه، احنا ناس ماركسيين وبتاع وانتوا حزب مش سياسي مش ماركسي الى اخره. جزء من المناقشه دي كان او جزئين كانوا لطاف جدا بالنسبه لي. الجزء الاول انه بالظبط كده، المساله ما هيش متعلقه لا بيسار ولا بيمين ولا بماركسيه ولا بالليبراليه، المساله متعلقه بانه احنا ازاي هنقدر نخدم المواطن المصري. بالظبط انا كنت على لساني. اقول لي اتنين، باعتبار حضرتك شايف ان انت راجل ماركسي وجاي قديما من مربع المعارضه المصريه فاكيد عندك رؤى مختلفه، وبالتالي احنا عايزين نسمع وعايزين كوادر. لما دخلت الحزب مستقبل الوطن ولا انا لقيت انه في ناس كتير جدا عندها رؤى وعندها أفكار. حاجات مختلفه طبعا. وعندها تصورات وما الى ذلك، وبيتم الاخذ ببعضها وبيتم طبعا. تطوير بعضها وما الى ذلك. فكان عندي هذه الحاله من التفاؤل. لما اجي اشوف بقى الحوار الوطني بيتعمل وانه الكل هيقعد على نفس الترابيزه، يعني مش عايزين اكتر من كده. يعني ده فاق توقعاتنا فعلا. يعني انا كان يعني حلم حياتي ان انا احس ان مصر ديمقراطيه وفيها عدل وجميع وشبابنا واولادنا والاحزاب والمجتمع كله والمجتمع المدني طبعا. المجتمع المدني ده مهم جدا، ده ليه دور فعال في خدمه أكيد. الوطن. لما كل دول ولعلمك مثقفين جدا، يعني المؤسسات المدنيه فيهم ناس طبعا. يعني والإديوكيتد كامل، فهم ليهم رؤى وليهم افكار وليهم يعني للمشاكل حلول. فطبعا ده منتهى املنا ان احنا نوصل لده. ميوزك تو اور ايرز زي ما بيتقال. yes. انا بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معانا النهارده. شكرا. كل الشكر لسياده النائبه امل سلامه، عضو مجلس النواب وعضو لجنه حقوق الانسان بهذا المجلس. شكرا جدا لحضراتكم. توقعوا فعلا حوار وطني شديد الايجابيه، بناء الى ابعد الحدود، هديروا الاكاديميه الوطنيه للتدريب. استنوا مخرجات هذا الحوار ستجدوا ما يسركم. سلامات.